Va el 7, va Mamamamaré. Gol, 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 gol. السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جيناكم باخر الاخبار. على كل حال، على سعيد بن رحمه، وجيناكم على اسمو زروقي مسكين اللي نورمالمون بون هما راهم يقولوا باللي ماشي هما، المدرب تاعو راه يقول باللي خلاص يعني ما ينتقلش رسميا. دوك ندخلوا في التفاصيل هذه ونبداو على سعيد بن رحمه. سعيد بن رحمه هل يرحل او لا؟ لان الموضوع جدي. على كل حال، شوفوا نقراو اولا واحد التصريحات قبل ما نبداو. بون نبداو بسعيد بن رحمه ومن بعد نروحوا لاسمو الزروقي. سعيد بن رحمه نعطي لكم تفاصيل تاع تعليقات تاع ديفيد مويس. يا خلي بالكم سعيد بن رحمه كل ما يسقسوا عليه يهضر عليه ماشي مليح. نوري لكم واحد اللقطه برك لهنايا، سقساو على سعيد بن رحمه وسقساوه على لاعب واحد اخر كيفاش يجاوب على لاعب واحد اخر وكيفاش ما يهضرش على سعيد بن رحمه. ومن بعد دخلوا في اسبوع هل يرحل ولا لا، لان كاين تقارير تقول لك لازم يروح. شوفوا قال لك كل هذه وسمهم فوتبال فوتبال لندن، هذه تقول لك كل كلمه قالها ديفيد مويس عن ويست هام يوروبا كونفيرنس ليغ ماكسويل كورني والانتقالات. تحدث ديفيد مويس مدرب ويست هام يونايتد مطولا مع وسائل الاعلام بعد فوز فريقه 3-0 على فيبورغ ليحجز مكانا في مراحل المجموعات من الدوري الاوروبي. قال لك عقد مدرب هذه ما يهمناش، قال لك وسجل كل من جان لوكا سكاماكا وسعيد بن رحمه وتوماس سوتشيك الفوز 3-0 الليله وفوزهم بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين، يعني الاثنين مما وضع في قرعة دور المجموعات يوم الجمعة. شوفوا لهنا السؤال تاع الصحافي، قال لك ما مدى سرور رؤية سجل سجل ما مدى رؤيتك يعني سجل جان لوكا سكاماكا وسعيد بن رحمة، سقساوهم على زوج على الزوج. شوفوا الرد تاعو، قال لك مسرور حقا لاننا بدانا للتو في العوده قليلا حيث نعتقد انهم يقتربون من الاستعداد. سعيد بن رحمه ما راهوش واسمو سكاماكا هذاك، سعيد بن رحمه راهو في الموسم الثالث ماشي لهذا. هو حب يقول باللي تما انا سعيد يعني مسرور يعني حقا لان كما نقولوا باش يبداو يرجعوا في المباريات لان باش ينسجموا في سعيد بن رحمه الموسم الثالث ما زالك تهضر عليه ينسجم. سكاماكا راهو جديد، اوكي تقدر تقول راني سعيد باللي كي ماركا باش يبدا ينسجم. نتايا هاد الهضرات اولا على سعيد بن رحمه كنت داير لهم دائما تقول لهم نو راهو ناقص هنا وراهو ناقص هنا وراهو ناقص هنا. ادخلوا اسمعوني مليح واش حبيت نقول. اهم شيء هو واسمه قال لك اهم شيء هو مجرد ضمهم الينا في الفريق كيف نلعب، يعني هذه هي اللي حب يقول. بن رحمه ما راهوش الضم في الفريق كيف يلعب. انا قلت لك ثلاث سنين كي تهضر على سكاماكا معليش، بصح انت راك تجاوب على سعيد بن رحمه وسكاماكا وراك تقول باللي كيما نقولوا انا سعيد اللي كيما نقولوا مسرور باش كيما نقولوا يدخلوا في اللعب تاعنا. شغل راك تتعامل مع سعيد بن رحمه شغل ثلاث سنين ماهوش داخل كاع في اللعب تاعكم، هذا شيء غريب. قال لك لكن كنت قلقا الليله لان لدينا عددا غير قليل كيما نقولوا اللاعبين وجيان لوكا وماكسي كورني ونحن نعيد انجيلو او اوغبونا، ربما ندفعه في وقت اقرب قليلا مما كنا نتمنى. اعتقد انه قدم اداء رائعا الليله. انجيلو راهو يهضر جامي قال على سعيد بن رحمه، يعني باش تشوفوا كيفاش يشكر لاعبين انطونيو نضار يسالوا يقول لهم قدم اداء هايل، سعيد بن رحمه يماركي ويمد اسيس يقول لهم نو ما راهو ناقص بزاف راهو ناقص ونتمنوا. هذا واش حبيت نقول لكم. بون نجيو للدوزيام هذه تاع واسمو تاع ويست هام هذه، قبل ما ندخلوا فيها لازم نجيكم لواحد التفاصيل. بون شرع على كل حال البارح ولا البارح يهضر عليها واسمو واسمو فابريسيو رومانو كيما راكم تشوفوا لهنا واش يقول لك. توصل ويست هام واولمبيك ليون الان الى اتفاق شفهي بشان لوكاس بايكيتا باكيتا تاع ليون على تعرفوه. بون هو وسط ميدان هجومي، وسط ميدان هجومي ماركي وكذا منا، ولكن يعني سعيد بن رحمه راه البارح ديجا راه حطوه في وسط الميدان وحط فورنالسمن وكاين لانزيني، يعني كي يزيد يجي باكيتار سعيد بن رحمه يزيد يا ويلي يا ويلي. يقول لك من المحادثات في الصباح التعامل الان في المراحل النهائيه، راهم وصلوا لاتفاق مبدئي راهم في المراحل النهائيه، حان وقت تبادل المستندات وختم الاتفاقيه التي تمت مناقشتها بالفعل بشروط شخصيه مع وكلاء لوكا باكيتا. هذه هي قال لك هي بقات غير التفاصيل تاع الورق باش يتمموها. نجيكم للصفحه لندن واش تهضر على هذه الصفقه.
هاد الصفقه تهضر عليها صفحه لندن هذه واش تقول لك؟ تقول لك يقال ان ويست هام لديه مخاوف كبيره بشان مانويل لانزيني وسعيد بن رحمه، هما اللي كانوا مطروحين وكلاهما قد يباع هذا الصيف. ايه ما بقاش الوقت، بقات سمانه. سعيد بن رحمه راه مريح بصح دوك نقول لكم باللي راح تطفر فيه كيريح. قال لك يبدو ان هناك مخاوف كبيره بشان سعيد بن رحمه ومانويل لانزيني خلف الابواب المغلقه في ويست هام يونايتد الذي واسمه قال لك ذا تايمز، هذا وفقا لذا تايمز الذي يزعم ان ديفيد مويس يمكن ان يتاثر بما بهما بواسطه هذا الصيف. يعني يقول لك باللي باش يتباع وكذا. قال لك كان مويس رجلا مشغولا للغايه في سوق الانتقالات الصيف، لقد تعاقد مع 7 صفقات جديده بالاضافه الى احضار الشاب الموهوب باتريك كيلي الى استاد لندن. يجري ويست هام محادثات للتعاقد مع لوكاس باكيتا من ليون ايضا. اسمحوا لي خوتي. قال لك اذا تم احضار اللاعب البالغ من العمر 24 عاما الى النادي فقد يكون هناك ضحيه واحده او اثنان، يستطيع لانزيني وبن رحمه افساح المجال لباكيتا باش يعاودوا يدخلوا الاموال. قال لك يبدو انهما مخاوف كبيره المبلغ المالي البالغ واسمه مقابل حوالي 1,000,000 جنيه استرليني لانزيني و دخلوا في سعيد بن رحمه. قال لك في هذه الاثناء شعر بن رحمه بالاطراء للخداع في معظم الاحيان منذ انتقاله الى استاد لندن. قد يجادل البعض بان معامله ديفيد مويس للاعب البالغ من العمر 27 عاما لم تكن رائعه. يعني هذه هي التعليقات اللي يظل يصرحها ضد سعيد بن رحمه مالغري مد اساسيا ما محبوش، مش هو اللي جابوه، حكينا في هذا الموضوع. وهناك بالتاكيد ميزه لهذه النقطه، يعني صح عندها ميزه هذه النقطه. هذا النقاش ليوم اخر. يعني قال لك بالرغم من ذلك خلاصه القول هي ان الجناح الجزائري لم ينتج السلع بانتظام بشكل كافي. يعني قال لك رغم كلش واش دار له مويس ما راهوش مليح سعيد بن رحمه فيه، ما راهوش يقدم. وصح كي كل المدرب يبريزيك والتصريحات تاعو وما يحطكش في البوست تاعو ما تقدم. قال لك اذا تمكن ويست هام من الحصول على ما يقرب من 39,000,000 جنيه استرليني دفعوها لكل من لانزيني وبن رحمه هذا الصيف فقد تكون هذه المكالمه الذكيه للمضي قدما. فقط اذا وقع باكيتا بالاضافه الى لاعب خط وسط مهاجم اخر. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما اذا كان مويس مستعدا للتخلي عن كلا اللاعبين حتى الان. بو خوتي الميركاتو راهو قريب يغلق، قاتلوا سمانه. يعني مويس راهو يجي في اللاعبين وقالوا يعني حتى واسمه فابريسيو قال لك باللي سعيد بن رحمه راهو مطرح للبيع. وسعيد بن رحمه جاوه يعني تقريبا اشاعات او كانت اخبار انه واسمهم نوتيغان فورس، ونظن باللي نوتيغان فورس هضروا مع الواكيتا سعيد بن رحمه والواكيتا سعيد بن رحمه راهو حاب يريح. وقلت لكم عليه حبيت يثبت نفسه، لكن بقائك يا سعيد بن رحمه حتى ودك تحب تروح صعبه جدا، لان ما بقاش على بقات 4 أيام ولا 5 أيام يتغلق الميركاتو. واذا بقيت يعني مويسوش يدير لك يشبعك دكا باش تروح دراع عليك الشتا الجايه ولا اللي منها. هذا ما كان بو نجول زروقي راكم تشوفوا الصفحه هذه تاع اف سي 20 باش يعرف تاعها وكلش. سمحوا لي خوتي، يقول لك انتهى الموعد المتاخر لفينوورد. اف سي 20 لن يترك زروقي يرحل. قال لك ان شاء الله لن يقبل 20 بعد الان عروض من انديه اخرى في الاسبوع الاخير من فتره الانتقالات. ابلغ المدير الفني يعني واسمه المدير الفني يان سترويور وكيل رامز زروقي الاسبوع الماضي انه بعد الخميس بالامس محرر لم يعد هناك اي نقاش حول الانتقالات الى فينوورد منذ ذلك الحين. قال لك لم يسمع واسمه ستوير هدايا من فينورد اي شيء منذ ذلك الحين. كما يقول المدير الفني يعلم الجميع انه في مثل هذا الاسبوع الماضي لا يزال من الصعب للغايه الحصول على لاعبين، نريد ايضا ان نظل اقوياء، مع هذا الاختيار يجب ان نكون قادرين على الحصول على موسم جيد. كان لدى فينورد متسع من الوقت، اعتقد انهم جلبوا بالفعل 12 او 13 لاعبا جديدا. يتفهم ستيروير طموح زروقي الذي اشار سابقا الى رغبته في الذهاب الى فينوورد، لكن النادي ايضا يجب ان يفكر في نفسه. لا يزال رامي الزروقي شابا، اذا كان لديه موسم جيد فستكون هناك انديه جميله له يعني في الموسم المقبل. راهو يقول لك باللي المدرب تاعهم قال لهم باللي
ما كان حتى واحد يروح لان ما بقناش بزاف على الميركاتو. وفين وورد جاوا عرضوا عرض الاولاني وما عاودوش زادوا ورجعوا، مام لو كان يرجعوا دوكا ما راحش نبيعوا لهم لان فات الوقت ما كانش وقت. لو كان بعناه لهم خلاونا نزيدوا نشروا ولا نجيبوا لاعب، دوك كي نبيعوه لهم ما عندناش وقت باش نحوسوا على لاعب. قال لك هما جابوا 13 لاعب جديد وما خلاوه يعني زروقي طولوا فيه باش يجوا يتفاوضوا، قطع عليهم ديره قال لهم حنا تانيك ماذا بينا نبدوا الموسم مليح ماشي نبيعوا زروقي من بعد نبقاو حاصلين ما عندناش لاعب اللي عوضوا ونحصلوا. قال لك وهذه مصلحه النادي وما يهمناش وزروقي مزارو صغير يخدم والعام الجاي ممكن يجوها انديه واحد اخرين احسن. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي، ما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.